اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل استوديو الحياه. بالفعل انتهى الشوط الاول ما بين لقاء العاب دمنهور وام بي. عكس المتوقع بدا العاب دمنهور بدايه قويه، ضربه جزاء احرزها حماده الغنام في الدقيقه 5 يعني، ثم بيتعادل في الدقيقه 25 احمد شرويده من هدف الحقيقه يعني جميل لنادي ام بي، ثم بيسيطر بعد ذلك نادي العاب دمنهور. عكس المتوقع على الورق كان كلام كابتن طارق وكلام كابتن حازم وكلام كابتن جمال ان الافضليه لنادي ام بي، يريد ان يتصدر المشهد، ولكن دائما المستديره بلا توقعات. كابتن طارق يعني قلنا في الاول ان الورق بيقول حاجه ولكن الملعب بيقول حاجه ثانيه. هو انت طبعا لخصت الاحداث الشوط الاول الحقيقه يا سيف بالكلمتين دول. فعلا الورق بيقول ان ام بي افضل، ام بي احسن، سواء على مستوى خبرات اللعيبه، النقط، المراكز يعني عموما، الترتيب. بالناحيه الثانيه برضو كل اللعيبه بتاعت دمنهور لعيبه خبراتها يمكن قليله شويه باستثناء عفروت وابو كوني اللي هم يعني لعبوا في انديه اهلي وزمالك، الباقي كله كان درجه ثانيه معاهم، طالعين من الدرجه الثانيه. لكن برغم من كده زي ما قلنا ان ام بي على الورق افضل، لكن دمنهور على ملعبه، انا قلت لك قبل ما نختم قبل ما نطلع على الهواء ان دمنهور على ارضه مختلف. يعني حتى كل الفرق اللي راحت له هناك ما قدرتش تكسبه. مقاصة، حرس، ما اعرفش النقطه الثالثه خدها من مين مش فاكر، المهم يعني كلامك بالجونه بكلمك على اداء فريق دمنهور وتطور الاداء مع محمد عمر. الحقيقه دكتور احمد عاشور كان عامل مجهود كبير جدا معاهم، لكن محمد عمر بنفس اللعيبه اختلف اداها شويه. وخصم بتروجيت والاهلي على ملعب بالظبط، يعني هو طبعا لانه بيلعب بره ما بيلعبش في بتروجيت على ملعبه صح على ملعبه. انا بس ياسر يجيب لنا الهدف هي ضربه الجزاء ويجيب الدي 24. يعني النقطتين دول مهمين جدا. ليه؟ لان فريق انبي الشوط الاول القلب الملعب عنده وحش جدا، الاثنين المساكين صلاح سليمان واحمد يونس الاثنين النهارده قوي قوي يا حازم، بعاد عن بعض يا حازم، مش مترابطين. يعني انا شفت يونس وصلاح سليمان في المباراه اللي فاتت كانوا افضل من كده كتير قوي، واللي قبليها كانوا افضل من كده. شفت هنا لو انت شفت ضربه الجزاء هتلاقي التمركز خاطئ. بص طبعا الدربكه دي كلام طبعا ما بيحصلش مع فرق كبيره. ده البينالتي ده طبعا الكره متلعب. بص هنا التمركز وحش قوي، بص صلاح سليمان بيجري ازاي والراجل ده بيجري ازاي، رايحين على الجون. لو الراجل ده عملها بالعرض كوني هيجيبها جون. لا اثنين كمان، ده في ثلاثة كابتن رايحين الانبي قبل الجون خلاص، التمركز بتاعهم وحش قوي. هات بقى نفس اللقطه دي في الدقيقه كان 24 برضه، نفس اللاعب الغنام كان ممكن جدا يجيب جون بسهوله، كان ممكن ب2-0 كانت تبقى صعبه جدا يا ياسر. لو هتلاقي نفس الخطا يا سيف هو اللي هو من القلب، لازم طارق العشر ياخد باله من الحته دي كويس قوي، لان الباك اليمين مش قافل صح والاثنين المساكين بعاد عن بعض. فطبعا في قلق كبير جدا في القلب الملعب بتاع نادي انبي، لازم طارق العشر يبص له بشكل جيد، لان ممكن جدا الشوط الثاني مع سرعه عفروت وسرعه الغنام وتحركات ابو كني اللي عاد الكثير والكثير من لياقته ومن قدراته شويه بشويه اللي كان عليها لما كان في الانتاج الحربي قبل ما انتقل للزمالك. لكن اعتقد ان فريق دمنهور مادي شوط جيد، انبي مش في حالته، معظم اللعيبه النهارده غايبه باستثناء طبعا مهاره شرويده هي اللي انقذت انبي الحقيقه من الهدف التعادل، لان طبعا بعاد الولاد عن بعض، محمود فتحي مش موجود، توبه نفس الكلام، صلاح عاشور مش عارف هو بيلعب فين ولا تحت راسين الحربه، مش لاقي له مركز ثابت. برضو محمود قعود فاصل، اللي حتى المسانده من احمد صبحي وسمير مش موجوده خالص. الباكين مفيش غير باستثناء احمد صبحي الاوفر اللي عمله لشرويده اللي جاب بيها الجول. اعتقد انبي محتاج طارق العاشر ان هو يديهم دش قوي جدا جدا جدا، لان الماتش ممكن يروح من ايديهم في منتهى السرعه والسهوله في نفس الوقت. فدي 24 من فضلك لو هي دي، لا انا عايز دي 24 يا ياسر لما كباتن يكلمه اوري لك الدروب او المشكله
في دفاعات نادي انبي وخاصه من ناحيه القلب. اوكي كابتن جمال، يعني شايف حضرتك الشوط الاولاني ازاي؟ كنا اتكلمنا على بوكونيه وعفروتو وحماده الغنام، ولكن واضح ان الافضليه ليهم بطريقه سرعتهم، ولكن برضو مش قادرين ان هم يعملوا دفاعات قويه، كان ممكن ان هم يطلعوا بهدف واكثر من هدف الشوط الاول. بالظبط، يعني هو ده اللي احنا فعلا قلناه قبل المباراه، ان هم يعني ثلاثة، هم يعني فريق انبي بيلعب ثلاث لعيبة اللي هو عفروتو والغنام وبوكوني، هم الثلاثة اللي عاملين الازعاج. زي ما قال الكابتن طارق، انبي مشاكله من بداية المباراة ما احترمش دمنهور، يعني باينة من الاثنين المدافعين سواء صلاح سليمان او يونس، يعني ما كانوش عاملين حساب لبوكوني وعفروتو والغنام، وما قالوا ان احنا هننزل نهاجم ويعني الكرة مش هتجيلنا، فهو ده متهيألي ده اللي كان في دماغهم. تاني حاجه، فريق انبي في حوالي أربعة خمسة فجاه بنلاقيهم ناحيه اليمين كلهم مع بعض، صلاح عاشور والصافي ومحمود فتحي واحمد صبحي، فجاه بنلاقي أربعة خمسة كلهم في 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 في, في جنب واحد، والناحيه الثانيه مفيش حد خالص غير ساعات بيبقى شرويد. هي الخطوره كلها زي ما قلنا بين في 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 نادي دمنهور عفروتو والغنام. ابو كوني انا شايف ان هو برده يعني بطيء الى حد ما، يعني مش قادر يجاري سرعه عفروتو والغنام. عفروتو شفناه عمل له اكتر من كره عرضيه ما بيشتركش خالص، يعني انا شايف ان بوكوني لو في يعني في حاله افضل من كده متهيألي ممكن يحرز اهداف. انبي يعني ابتدوا بعد حوالي ثلث ساعه او يعني بالظبط ثلث ساعه ابتدوا يخشوا جوه المباراه، وابتدوا يعرفوا او يعني يكتشفوا ان هم مغلوبين من دمنهور، وابتدوا يعني يفتكروا ان هم المفروض لازم يكسبوا عشان يتصدروا البطوله. زي ما قلنا احرزوا هدف انا شايف من الاهداف الجميله، يعني عرضيه من صلاح عاشور وقابلها شرويده بدماغه وحطها حلو قوي. الشوط الثاني انا شايف برضو انه هيبقى نفس القصه، هجوم من الثلاثي دمنهور عفروتو والغنام وبوكوني، وبس انا شايف ان يعني تهيألي انبي يعني هيبقى احسن الشوط الثاني. كابتن حازم، يعني جمال قال ان بوكوني النهارده مش في حالته بشكل كبير، ولو ما وفق كانت النتيجه زادت بشكل كبير جدا على انبي، وانا شايف ان هو برضو بيستلم في اوقات سهل ان هو يروح، ولكن عنده دربكه. هي برضه في الاخر امكانيات، يعني هو لعيب كويس ولكن مش نجم، يعني مش سوبر، مش يعني ما بيعملش حاجه زياده، هو بيعمل التقليدي بتاعه. ده مين يا حازم؟ ابو كوني. فيعني هو لعيب مجتهد، بس انا يعني انا كنت قايل لسه كده اللقطتين يجيبهم لي يا ريت وانا بتكلم، عشان عايز اقول على الحاجات اللي انا عايز اقول، اللي هي دي 11 ودي 13. نفس الكلام اللي كابتن طارق اتكلم فيه، يمكن اللي هو الكره الطويله اللي في العمق، لو تلاحظ كل الهجمات لدمنهور الهجمات المهمه دايما هتلاقيها ملعوبه في العمق او ملعوبه من العمق للعمق اللي هو جوه ال 18 دايما. ما اعرفش صلاح سليمان واحمد يونس مش جنب بعض، ما فيش تغطيه من نص الملعب، يعني في محمود فتحي وبطوبه الاثنين مش مفروض، وفي واحد منهم المفروض يقف قدام الاثنين اللي في قلب الملعب دول ويضغط في نص الملعب. هتلاقي الملعب دايما مع وفرته بيستلم فاضي خالص، مفيش حد بيضغط عليه. نفس الكلام بالنسبه لحماده الغنام، بيستلم مفيش ضغط عليه. ما اعرفش لعيبه نص الملعب لا بيساندوا في الهجوم ولا بيسندوا في الدفاع، دي حاجه يعني تحس ان هو تايه. اللعيبه بتلعب بص على الكوره، مش مفيش ادوار بخردها ان هو اضغط ازاي، اضغط ضغط جماعي. هو واضح ان كل واحد بيضغط فردي، فبالتالي في مساحات، يجي واحد يضغط تتلعب من جنبه، التاني بيبقى لوحده خالص، عفوته بيجي لوحده من نص الملعب تماما. فيعني اللي هو جماعيه الاداء في ام بي في الاداء الدفاعي، بص هنا بيحترم وحشه جدا، كل واحد بيلعب لوحده، بص يعني واحد بيضغط ما حدش بيضغط بعد كده، ما حدش بيقابل. يمكن دي بالدقيقه اعتقد في الاول، لكن عايز دقيقه 11 ياسر عيد تجيبها لي، والدقيقه 13 بتبين نوعا ما ان لعيبه دمنهور بيستلم الكره براحته، بيلعب الكره الطويله 10 20 30 متر، راجل ابو كنيه بيستلم في وسط الاثنين، في مساحه واسعه جدا بين الاثنين ان كان احمد يونس او صلاح سليمان، وما فيش حد من نص الملعب بيرجع معاهم يدافع بشكل او باخر. الناحيه الثانيه يعني مشاكل الوحيده اللي عند دمنهور هي الكرات العاليه، يعني عندهم مشكله في التمركز في الكرات العاليه او الكرات العرضيه، كل هتلاقي الكره الخطيره دايما بالشكل ده اللي هي الكرات العرضيه. امبي مش عارف يخش من العمق، مش عارف، ودي حاجه كويسه انك تعرف تلعب دايما على الاطراف. هي بص الكره دي هنا عفروتو بيعدي، كمل يا ياسر، كمل هو كوبري حلو قوي بس هنا بص بقى بتكلم، بص هنا بص الراجل لعب 20 30 متر. بص احمد يونس وبص صلاح سليمان، بص ابو كوني، محدش ماسك ابو كوني، بص كله بص على الكوره، ده جون. يعني ده لو في ماتش مهم، لو فرقه عندك راس حربه قوي
كرة دي جون. بص هيمسكها لو لعب صح يلعب لحمادة الغنامي يوديه للجون. بص بسايبين ويستلم واثنين على اثنين. واحدة على طول من فوق الحمله الثلاثة. لا هو مسكها ماشي اوكي حلو. كمل بقى حط بقى شمال جون خلاص كده. دول ان ابو كريزه بيقول لك امكانياته محدوده شويه والاثنين ما بيضغطوش. بص الاثنين بيغطوا. فهي دي الكوره اللي بقول لك عليها واتعملت كذا مره. دي اوضح واحده بتبين ان الفرقه امبي ما بيضغطوش ضغط كويس. مش عاملين زي ما قال جمال احترام للفريق دمنهور. هو لو اضغط هاخد الكوره واطلع لقدام على طول. فبالتالي المواجهات دي لو انت عندك لعيب قوي ده جوان. يعني ممكن كده يديله شمال جون او يعدي واحد على واحد. ده سهل قوي لو حطها يمين مساحه بعيده جدا. هو صعب الامور قوي وخلي المدافع قفل وخلي اللي وراه جه حضن. هنا برضه في نفس الهجمه دي هتلاقي ان ساعتها كان دمنهور مبسوط يعني لسه جايب الجون فريمكات يعني متدفع. بص هنا هتلاقي الدفاع عامل ازاي. نص ملعب ام بي فين بقى هنا 3 على 4 على 2 نفس الكوره زي بقول لك لا بيدافعوا ولا بيهاجموا اللي هو في نص الملعب محمود فتحي محمود توبه جايين متاخرين قوي على مساعدة شرويدة. وده يمكن كان المشكلة اللي عندهم أعتقد الشوط الأول نص الملعب بعيد عن المهاجمين وبعيد حتى عن المدافعين. يعني كله بيجري بس في منطقة بص قد إيه قد 20 متر 30 متر فاضية تماما لعيبة دمنهور. معرفش هي دي اللي أنا قلتها ولا لأ. اللي بعديها هتلاقي برضو لعيبة نص ملعب دمنهور بتستلم في مساحات بعيد فاضية وعنده مساحة من الرؤية وعنده مساحة من التفكير. أعتقد كل دي الأدوات دي هي اللي خلت دمنهور نوعا ما الشوط الأول هي الكرة دي أعتقد هي خلت مساحه من رؤيه دمنهور يلعب الشوط الاول بشكل يعني كويس انه احسن من امبي. بص هنا مفيش ضغط هيجي يضغط تاني دلوقتي شويه كده بعدين اول ما تتفك هتلاقي مفيش ضغط خالص. بص هيستلم حماده الغنام في مساحه قد ايه. مش ممكن ده ماتش كوره واحد يستلم في مساحه 20 30 متر حواليك فاضيه. كمل يا ياسر كمل. هيجي واحد يضغط هتلاقي عفروته بيستلم في مساحه 20 30 متر فاضيه. بص ليه حاجة؟ شايف فين صح. عارف دي هي دي مشكله امبي الشوط الاول. عارف دي ليه؟ شكرا يا ياسر. الكلام انت بتقول لا خليها ياسر. اللي الكلام انت بتقوله ده كلام مهم جدا. هنا بقى لو لعيب عندك جنبك دي جوان دي بالزبط. بص طيارات جول. لان هو بيلعب بصلاح عاشور وقعود واحمد صافي وشرويد الاربعه ما عندهمش الناحيه الدفاعيه خالص. اللي بيتحمل الجزء ده هو محمود طوبة ومحمود فتحي. بيلعبوا على مين بقى؟ تايهين. بيلعبوا على مين؟ لا شرويد عفوا بيلعب على الغنام لما بينزل نص ملعب بيستلم زي ما استلم دي يا حازم وعفروته كمان بينزل واسلامه بقفه رضوان يوسف وحمدي فتحي اربعه في نص ملعب نادي دمنهور مع ارتداد حماد الغنامي وخمسه. فانت عندك خمسه لعيبه ضد اثنين. فكل الكلام ده اللي بيقوله حازم ده كلام مهم جدا لان انت النهارده كل اللي جاي من ورا ده فاضي حتى الاثنين المساكين واقفين غلط. فاذا لو دمنهور كان عنده الرغبه فردية. لا الرغبه في المكسب والقناعه ان هم في الفتره دي افضل وان الفراوده تتصرف صح زي التصرف بتاع كونين غلط اللي فات ده كان ممكن جدا يبقى دمنهور هو المتقدم مش هو تقدم فعلا في لكن برضو خبرات لعيب ام بي يزيد خبرات لعيب ام بي هي اللي رجعت المباراه لنقطه الصفر تاني. هي دي بقول لك 24 نفس الكلام برضو. ارجع بقى دي 24 هي نفس الكلام. هتلاقي بص الراجل جاي من ورا غنام بعاد جدا عن بعض. بص ده الراجل ده مش ماسك سلم فاضي والمساك وده لو رحل شوف هيرحل ده نكمل يا ياسر نكمل. بص ابو كنين لوحده خالص. بص والراجل اللي راح ده الراجل العكسي كمان حتى مش بالظبط. فانت بتتكلم في تمركز خاطئ جدا للرباعي خط ظهر النادي انبي. لازم اطار العشر يقف عند الموضوع ده بشكل جدي جدا والا هيكلفه خساره المباراه. بيقولوا يعني ايه دلوقتي يا كابتن طارق؟ اكيد طبعا يعني اولا لازم تتكلم بعنف مع اللعيبه تشدهم جامد جدا تحفزهم الشوط الثاني تصلح الاخطاء الفنيه دي بشكل كبير جدا. التمركز مع ارتداد او على الاقل ممكن يعمل تغيير او تعديل لاعب وسط مهاجم مش فرود يعني القعود فرود وصلاح عاشور فرود واحمد صافي فرود يا حازم وايضا احمد شروده فرود كده مفتوح على مفتوح على توبه وفتحي لازم يلعب بحد نص ملعب متمركز يزيد شويه يبقى برافو عليك 50 50 يبقى 3 على فكره يا كابتن في مره يعني زمان مره ايام كرويف مره كان هو ماسك برشلونه كان مخسران وراح منزل واحد ديفندر في نص الملعب عادي. فبعد الماتش بيقولوا انت خسران 1-0 وبتلعب بديفندر في نص الملعب ازاي فقال لهم انا عشان انا اكسب لازم امسك نص الملعب مش شرط ان انا انزل مهاجم وافتح ورا لازم يكون معايا لازم يكون انا معايا كرة اكتر عشان اقدر اجيب اجوان. فبالتالي مش معنى انك تنزل تجيب واحد نص الملعب مورينهو اسلوبه وطريقته كده ان هو نص الملعب يمسكه ويعمل اهداف الشوط الثاني كابتن اكيد فيها اهداف كابتن جاب الشوط الثاني اهداف اعتقد انت لا تعتقد ولا اعتقد اهداف لدمنهور ولا امبي لو امبي فضل كده في اهداف لدمنهور بس امبي هيجيب جوان كابتن. لا انا امبي كابتن حازم
انا اقول ضمن هو نختلف شويه يعني. ضمن هو انا لا اعتقد واختلف. بشكركم شكر على فكره. بشكركم شكر مؤقت. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بعد الشوط الثاني للقاء العاب ضمن هور وام بي. اما الان فالى بدايه الشوط الثاني ونجم التعليق كابتن خالد لطيف. فالى كابتن خالد لطيف. بشكر كابتن سيف زاهر. استمتعنا بالاستوديو التحليلي ما بين شوطي هذا اللقاء. كابتن طارق يحيى، كابتن حازم امام، كابتن جمال حمزة.